لعبة الطاولة أو طاولة الزهر هي لعبة مشهورة جداً في الشرق الأوسط والبلاد العربية. تتكون اللعبة من صندوق خشبي يمكن أن يكون مزخرفاً أو مطعماً بالصدف أو بقطع خشبية ثمينة، ويحتوي على عدد من الأقراص العاجية أو البلاستيكية أو الخشبية بلوني الأبيض والأسود، عددها 15 قرصاً من كل لون وحجري نرد سداسيين. يجري التحدي باللعبة بين لاعبين فقط، وينقسم صندوق اللعب إلى جزئين رئيسيين يفصل بينهما فاصل عمودي طولي، ويتعارف عليهم ببيت اللاعب والمنطقة الخارجية، حيث يضم كل جزء ناحيتين، وكل ناحية تحتوي على 6 خانات على شكل مثلثات ليصبح مجموع الخانات الكلي 24 خانة. الهدف هو أن يمرر كل لاعب أحجار اللعب الخاصة به من نقطة البداية أو من أماكن تواجدها عند بداية اللعبة وعبر الخانات الموجودة على اللوح، إلى أن يتمكن من تمرير جميع أحجاره إلى القسم الخاص به. ثم يبدأ كل لاعب بإخراج أحجاره 15 من بيته قبل الخصم ليحقق الفوز. هنالك 3 طرق متعارف عليها للعب الطاولة: شيش بيش، المحبوسة، و31. ويكون مبدأ اللعب واحداً في كل الطرق، ولكن هناك فروقات بسيطة بالقوانين بين هذه الطرق سوف نتعرف عليهم بالتفصيل من خلال المقطع القادم. هل أنتم من محبين لعبة الطاولة؟